السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعليم راندا مع أم نعمة. اليوم إن شاء الله غادي نكملوا هذه الزواقة هذه. نتمنى أن هذا الفيديو يعجبكم، نتمنى الشرح يكون واضح هنا الإعجاب ديالكم. ما تنسوش أخواتي إلا عجبكم الفيديو ضغطوا على زر الإعجاب، واللي ما مشاركش في القناة تشارك. مرحبا بكم كاملين في قناة تعليم راندا مع أم نعمة. هنا فين وقفنا اخواتي الزواقه غادي نكملوا دابا ان شاء الله. غير باش نذكركم بالنسبه للعرض ديال هاد الزواقه، راه درنا فيه 30 عين، والحرير راه خدمنا به مبروم على 3 شعرات. وغتلقاو اخواتي في القناه هاد الجزء، وغتلقاو حتى كيفاش خدمنا هاد الملاقي لتحت الفي، وكيفاش فتحنا هاد الفي. غير رجعوا اخواتي الفيديوهات شوفوهم، راه غادي تفهموا مزيان. غنركب خيط في هاد اللون ونجي لهنا. هنا عندنا 5 العوينات وهنا 5. غادي نشد هنا في العوينة الاولى، نهز هاد العوينة ديال الحرير، ونخدم في هاد الاتجاه. غنهز هاد 5 العوينات واحدة جوج ثلاثة أربعة ها خمسة. صافي نرجع في هاد السطر، ونشد هنا في العوينة الثانية، ونعود نرجع مع السطر. بالنسبة لهاد الخدمة اخواتي راه ما كنزيدو ما كنقصو، كنبقاو رجعو في نفس العوينات. انا غنبقى نمشي ونرجع حتى نكمل هاد العوينات، وهنا كنبقى غادية عادي. هذه هي العوينة الخامسة أخواتي، غنشد فيها ونرجع مع السطر. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، ونعود نرجع باش يوليو عندي هنا 5 العوينات. واحد جوج ثلاثة أربعة، وهذا اللي غندير دابا هي 5. هذا هو القياس اللي درت أنا. درتو نتوما 6 خاص يكونوا عندكم هنا 6 وهنا 6، درتو 4 خاص يكونوا هنا 4 وهنا 4. المهم العدد اللي بديتو به غتبقاو غاديين به. نرجع مع هاد العوينات، هانتوما اخواتي ملي تنوصل لهنا غنزيد هنايا نخدم في هاد 5 العوينات. نهز العوينة الاولى، ثانية، ثالثة، رابعة، الخامسة. وهاد الخيط اخواتي غير خليه هنا، غادي نخدمو به من بعد. نعود نرجع دابا غيوليو عندي 10، غنرجع فيهم كاملين. ها واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود ها عشرة.
نعود نرجع فيهم. غنعاود نرجع اخواتي، المهم باش ما نطولش لكم غنبقى نمشي ونرجع حتى يولوا عندي هنا 10 العوينات، وهنا غيولوا عندي 5. صافي اخواتي هانتوما بقيت كنخدم حتى ولات عندنا هنا 10 ديال العوينات، نحسبوهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وهنا خاص يولوا عندنا 5، 1 2 3 4 5. صافي دابا نحيدوا هذا الخيط ونجيو نخدمو بهذا اللون هذا، هذا هو الخيط اخواتي اللي قلت لكم غير خليوه، انا غنهزو دابا نكمل به. هانتوما بهذا الخيط هذا غنجي نخدم في هاد 5 العوينات، حقاش انا خادمه هاد الزواقه على 5، نتوما العدد علاش ما خدمتوها غتخدموا، يعني غتهزو هنايا ها 1 2 3 4 5. صافي نشد في هاد العوينة، هنا راه عندنا 5 وهنا 5، هي 10 وهنا عندنا 5، نشد في العوينة الأولى، راه بدات كتبان لينا أخواتي الزواقة، شفتو صراحة جات زوينة وراها الطريقة راها ساهلة بزاف. نشد في العوينة الأولى ونعود نرجع في هاد 5 العوينات، ما كنزيدو ما كننقصو. نجي لهنا نشد في العوينة الأولى صافي ونرجع، غنبقى نمشي ونجي اخواتي في هاد العوينات حتى نوصل لهنا، يعني نخدم هاد 5 وهنا هاد 5 باش ما نطولش عليكم، غنبقى نخدم حتى نخدم هاد المربع اللي كاين هنا ونرجع لكم، راه عادي ها نتوما غنبقى غير نمشي في هاد العوينات ونرجع، ملي نوصل لهنا غنشد هنا وملي نوصل لهنا غنشد في عوينه من هادو، غنبقى غادي عوينه بعوينه حتى يكملوا هاد العوينات كاملين. صافي اخواتي انا بقيت كنمشي ونرجع في هاد 5 العوينات حتى وصلت لهنا العوينه الاخرى، نزلت مع السطر، دابا غنشد هنا، راني كملت هاد 5 وغندوز هاد 5، نشد في هاد العوينة الأولى، نرجع في هاد العوينات، عندنا هنا 5، أنا خدمت الزواقة على 5، نتوما علاش ما خدمتوها؟ دابا ملي كنبقى نخدم أخواتي حتى تيكملو هاد العوينات، غندوز دابا غنخدم فوق هاد اللون، غنهز 5 وانتوما العدد اللي دايرين غتهزو النص ديالو، هنا راه عندي 10 غنهز النص يعني 5، هاد الخيط الازرق غنخدم فوقه بحال هكا، نجبتو هاد البلاصه مزيان نقادوها نزيروها باش ما تجيش باينه. صافي نكمل هنا ها العوينه الاولى، ثانيه، ثالثه، رابعة، هالخامسة، وهنا كيبقاو 5، هنا راه عندنا 10 يعني النص، نعاود نرجع في هاد العوينات، دابا غيولي مجموع 10، 1 2 3 4 5. سبعة، ثمانية، تسعود، ها 10. بالنسبة لهاد الخيط اخواتي ما بغيش نخدم فوقه هنا حقاش غيجي باين تحت الصفر، غنخليه لتحت حتى من بعد ونعقدو ونقطع. صافي دابا غنبدا نخدم في هاد العوينات، غنشد هنا ونرجع في هاد 10.
هانتوما اخواتي بنفس الطريقه، غنبقى نمشي ونرجع نمشي ونرجع حتى نكمل هاد العوينات. غيوليو عندي هنا خمسة ونرجع لكم. هانتوما اخواتي ملي خدمت هنا في العوينه الخامسه راه هنا كانوا بقاو عندي غير ربعه، راني رجعت مع السطر باش نكمل هنا خمسه. واخا تشدوا في العوينه الاخرى رجعوا مع السطر ونزلوا. من هاد الخيط غيتسالي لتا، وبقات لي غير شويه، غنحاول نشوف ياكم ما يكمل لي هاد السطر. ما كملش، غندير خيط قصير. هي من الاحسن اخواتي ديروا الخيوط طوال باش ما يبقاوش يجيوكم الزديات، تجيكم الرانده صافيه. صافي كمل لي الخيط هاد الهبطه واخا قصار بزاف. صافي اخواتي هانتوما هنا ولاو عندنا خمسه العوينات، واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه. صافي وهنا من طبيعه الحال عندنا عشرة. دابا بالنسبه لهاد الخيط بغيت نشدو به هنايا، شدو بحال هكا وخليه حتى من بعد غادي نوري لكم كيفاش نعقدوهم ونقطعوهم. صافي غير شدو به بحال هكا وخليه. ها نتوما اخواتي هذه هي الزواقه ديال الزليجه بهذه الطريقه اللي هي سهله، يمكن لاي وحده تخدمها. يعني الطريقه الاخرى اللي كتبدا من هنا وكتبقى غاديه الصراحة حتى انا تجيني فيها صعوبة، يعني شي مرات ينقصوا عيون شي مرات يتزادوا. اما بالنسبة لهذه الطريقة فهانتوما تتشوفوا في الشكل ديالها كيفاش جا، صراحة تيجي زوين. دابا غادي نكمل معاكم هاد الجناب هادو، غنجيو لهنا غنهز هاد اللون اللي عندي هنا في الجنب هاد الخيط هذا غنخليه لتحت، هاو تنجرو هاكا لتحت ونخليه. غادي نهز هاد عشرة العوينات بهاد اللون هذا، غنكملو هاد الجناب باش تبان لينا الزواقة مزيان. بالنسبة لهاد الضربة زيروها واحد شوية باش ميجيش الفراغ ديال هاد الضربة كيبان بحال هاكا. نرجع فيهم السطر الاول دائما اخواتي ما كنطيحوش، غنرجع في هاد العشرة العوينات. هانتوما رجعت فيهم كاملين. دابا نشد هنا في التوب ونرجع عاوتاني. هنا اخواتي راه كنبقاو نخدموا الضربه فوق الضربه، ما كنزيدو ما كننقصو، ولكن غنبداو ننقصو من هنا باش نديرو بحال هكا هاد اللون هذا على شكل مثلث باش تكمل لينا الزواقه. غادي نرجع عادي السطر الاول اللي خدمت راني ما نقصتش. دابا هاد السطر الثاني غادي نقص عوينه، كننقصو من جهه التوب. دابا غنخدم غير تسعود وهاد العوينه الاخرى ما نخدمش فيها ونشد في التوب. نزير هاد الضربه واحد شويه ما نشدش بزاف في التوب ونرجع مع السطر.
نرجع دابا مع السطر. دابا غنخدم غير 8 وملي نوصل عاوتاني لهنا غنقص عوينه. هاد العوينه الاخرى ما نخدمش فيها ونشد هنا في التوب، ما نشدوش بزاف في التوب. صافي نرجع مع هاد العوينات، غنبقى غاديه بهاد الطريقه. كل سطر نقص عوينه من جهه التوب حتى تبقى عندنا في الاخر غير عوينه واحده. انا تسير الخيط اخواتي غنركب خيط اخر، نجي لاخر ضربه نهز هاد العوينه ديال الحرير، نجر الخيط التحتاني مزيان ونزير هاد الضربه باش ما تجيش باينه. صافي ونكمل. العوينه الاخرى ما نخدمش فيها ونشد التوب. صافي غنبقى غاديه بهذه الطريقه اخواتي باش ما نطولش عليكم. غادي نبقى نخدم ونقص هذا الخيط، غير نخدم فوقه شويه وغادي نقطعه. صافي اخواتي ها نتوما بقيت كنخدم حتى بقات هنا غير عوينه. ملي غنبغي نرجع غتبقى هنا هاد العوينه ما نخدمش فيها ونشد في التوب، ولكن هنا اخواتي دائما ملي تبقى هادي عاودوا رجعوا فيها وجيبوها حتى هي تبتوها هكا عند التوب. صافي بهذه الطريقه، هذه الطريقه باش نخدموا هاد المثليات اخواتي. هنا خاص يبقاو فيه 10 العوينات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. المهم انا هنا حقاش بديت بخمسه، خاص هنا يبقاو 10. نتوما العدد باش بديتو في الاول هاد المثلث، هنا خاص يبقى هاد العدد مضروب في جوج. صافي اخواتي هاد الخيط غيبقى هنا وغندوز للجهه الاخرى بنفس الطريقه اخواتي. هنا راه مازال عندنا الخيط، غادي نركبو في البرا ونهز هاد العوينات ب 10 والسطر الاول غنرجع عادي
السطر الثاني غنقص عوينه، الثالث نعاود نقص عوينه، غنبقى نقص 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 حتى تبقى في الاخر غير عوينه، نشد فيها ونجيبها حتى هي للثوب. بهذه الطريقه كيف ما خدمت هاد المثلات غنخدم هاد المثلات هنا، باش من غير ما نعاودوش ويجي الفيديو طويل بزاف غادي نخدمه ونرجع لكم بنفس الطريقه اخواتي، راه ما كاين حتى تغيير، ها هو الخيط باقي هنا، يعني تيبقى لينا الخيط هنايا، غنخدم في هاد العشرة ونكمل بنفس الطريقه. انا كملت اخواتي المثلات بنفس الطريقه كيف ما وريت لكم هنايا، ها نتوما دابا الزواقه بانت كثر، وهنا غنعتبروا هاد الرانده هادي بحال هي الفي، غنعاودو نخدمو بنفس الطريقه نكملو تاني الزواقه تاني بدا وحده اخرى. بالنسبه لهاد المربع هذا ركبوا خيط جديد، غادي غير نوريكم فين تثبتوا الخيط اول مره. ها نتوما اخواتي عندنا هنا خمسه العوينات وهنا خمسه، غنجيو لهاد الجهه هادي العوينه الاولى غادي نشدو فيها، هي فاش نثبتوا الحرير صافي. وبنفس الطريقه كيف ما خدمنا هاد المربع نعاودو نخدمو هنا، غادي نهزو هاد الخمسه ونبقاو نخدمو فيهم حتى نكملو المربع، ومن بعد غنركبو تاني اللون الصفر نخدمو بهذا الشكل هنا صافي، ونعاودو نديرو عاوتاني الزرق بنفس الطريقه اخواتي، غادي نكملو غير رجعوا للبدايه ديال الفيديو وغادي تفهموا هادشي اللي كاين اخواتي. نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، نتمنى الشرح يكون واضح للاعجاب ديالكم. بالنسبه للاخوات الا ما فهمتوا شي حاجه اولا نسيت ما وريتش لكم شي حاجه تواصلوا معايا ان شاء الله نشرح لكم اكثر، وحتى الا بغيتوا العرض مختلف على هذا اللي درت وما عرفتوش ليه حتى هو نوري لكم. ما تنساونيش اخواتي يعجبكم فيديو ضغطوا على زر الاعجاب، واللي ما مشاركش معنا في القناه تشارك. مرحبا بكم كاملين في قناه تعليم راندا مع ام نعمه، وبارطاجيو اخواتي الفيديو باش يوصل الاخوات اللي باغيات يتعلموا راندا ومهتمات بالراندا. وشكرا لكم وبسلام عليكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.